السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامج البداية. والبداية محمد عبد الله الجعفري. مساء الفل يا أستاذة ميادة. مساء النور يا أستاذ محمد، مساء الورد والياسمين لأعزاء المشاهدين. الأول أنا مبسوطة جدا جدا إن أنا موجودة في قناة الصحة والجمال، ومبسوطة أكتر لانضمامي لبرنامج البداية مع الإعلامي المتميز الأستاذ محمد الجعفري. اتمنى ان انا اكون اضافه جيده للبرنامج وعند حسن ظنكم باذن الله. احنا معانا بعد الاخبار وهنقولها سريعا. اول خبر هنقول شاب اقدم على الانتحار بسبب الخلافات الزوجيه. انقذت العنايه الاهليه حياه شاب اقدم على الانتحار العنايه الالهيه حياه شاب اقدم على الانتحار قفز في مياه النيل من على كوبري عباس بدائره قسم شرطه الجيزه، حيث تصادف وجود عامل ومراقبي قام بسرعة إنقاذه وإخراجه من المياه عقب قفزه في المياه. تلقى ضابط مباحث قسم شرطة الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها محاولة انتحار أحد الأشخاص قفز من على كوبري عباس بدائرة قسم الشرطة. بالانتقال والفحص تبين قيام الشاب في بداية العقد الثالث من عمره بالقفز من على كوبري عباس في مياه النيل، وتمكن عامل مراقبي تصادف وجوده في مياه النيل بإنقاذ هذا الشاب. الخبر الثاني بقى الخبر الثاني معايا، هل تمنع البنوك المصرية المواطنين غير الملقحين ضد كورونا من دخول فروعها؟ ترددت في الفترة الأخيرة أنباء عن قيام إدارات البنوك المصرية بتوجيه خطابات لفروعها المنتشرة في جمهورية مصر العربية لتطبيق قرار الحكومة الخاص بمنع دخول المواطنين غير الملقحين ضد فيروس كورونا لفروعها، مما أثار لغطا وجدلا كبيرا. وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شدد في اجتماع الحكومة يوم الأربعاء على عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، وذلك بدءا من أول شهر ديسمبر المقبل. ويبلغ عدد البنوك العاملة في السوق المحلية نحو 38 بنكا تمتلك 4577 فرع على مستوى محافظات الجمهورية. وقال مصدر مسؤول بالقطاع المصرفي المصري أنه لم يتم اتخاذ هذا الإجراء بعد في البنوك، وبالتالي فهو إشاعة وليس حقيقي. ونفي المصدر ما تردد حول قيام المسؤولين في البنوك بالتوجيه بمنع دخول المواطنين غير الملقحين ضد فيروس كورونا لفروع البنوك العاملة في السوق المحلية. وشدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام التام بتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بشأن عدم السماح لأي موظف لم يتلقى اللقاح بالدخول إلى مكان عمله بعد 15 نوفمبر الجاري، وعدم السماح للطلاب الجامعيين الذين لم يتلقوا اللقاح بدخول الجامعات بحلول نفس التوقيت، فضلا عن عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح اعتبارا من أول شهر ديسمبر المقبل، مشددا في السياق ذاته على أهمية الاستمرار في خطة التوسع في منظومة التطعيم لجميع شرائح المجتمع. الخبر الثالث، تواصل الجامعات الحكومية تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن منع دخول الغير الحاصلين على لقاح كورونا إلى الحرم الجامعي دون تقديم شهادة ثبوت الحصول على تطعيم كورونا، وذلك في سبيل حماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس واستكمال العام الجامعي بالصورة المعتادة عليه قبل جائحة كورونا. وأكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القراء التزام الجامعة بقرار مجلس الوزراء وتكثيف المتابعة من على أرض الواقع من خلال الجولات للتأكيد من تنفيذ القرار وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا المستجد داخل الجامعات. وأشار الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القراء إن الجامعة تواصل منح الطلاب الجرعة الثانية من لقاح كورونا بالتوازي مع تطبيق القرار من خلال 21 نقطة تطعيم داخل الحرم الجامعي وخارجه، مؤكدا توافر اللقاح لجميع الطلاب حيث أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة التعليم العالي. وكذلك أكد وزارة الصحة توفير اللقاح، وأكد رئيس الجامعة بدأت في تطعيم الطلاب الأقل من 18 عام ذلك من خلال الحصول على اللقاح فايزر المسموع به في تلك الفئة العمرية. الخبر الثاني اللي معانا برضه يخص فيروس كورونا. الصحة العالمية تحذر من زيادة وفيات كورونا بالموجة الخامسة.
يستمر فيروس كورونا بفرض شروطه وأنماطه على العالم، ففي أوروبا بالتحديد يتفاقم الوضع الوبائي وتتزايد معه المخاوف وأيضا الإجراءات. إننا أمام واقع فرض على العديد من الدول للعودة للتدابير الصارمة، لا سيما تجاه غير المطعمين. النمسا تشكل المثل الصارخ إلى الآن، إذ أجبرت غير الملقحين الذين يشكلون أكثر من ثلث السكان على عدم مغادرة منازلهم باستثناء حالات محددة. ألمانيا تبدو أيضا على خطاها، إذ تتجه الأحزاب التي تعمل على تشكيل حكومة ائتلافية إلى تضييق الخناق على غير المطعمين. في ظل وضع وبائي وصفته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالمأساوي. ومن جانبه قال استشاري علم الأمراض ضياء الدين مكي أن هناك مسؤولية على أجهزة الإعلام لتوجيه الناس للتطعيم للخروج من أزمة فيروس كورونا التي يمر بها العالم. وكانت أحدث تقارير الصحة العالمية أن أوروبا شهدت في الأسبوع الماضي زيادة 5% وفيات كوفيد 19، بينما استقر معدل الوفيات أو تراجع في باقي القارات. وترتفع معدلات الإصابة والوفيات من جراء فيروس كورونا بشكل قياسي لم يسبق تسجيل مثيلها طيلة نحو عامين منذ بدء ظهور الوباء وتفشيه في دول أوروبا والعالم. وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأربعاء أن الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا في ألمانيا مأساوي، داعي السلطات الصحية إلى الدفع بجرعات معززة من اللقاح بشكل أسرع ومناشدة أولئك الذين يشككون في التطعيم لتغيير رأيهم. الخبر الثالث والمهم، تطلق سيارات وزارة الضامن الاجتماعي تطلق سيارات متنقلة للمتضرري السيول في أسوان بتخفيضات 30%. وجه الدكتور علي المصلح وزير التضامن والتجارة الداخلية بتيسير سيارات متنقلة بالأماكن التي تضررت من السيولة بأسوان لتوفير السلع للمواطنين بأسعار أقل من السوق الخارجي حوالي 30%، وذلك لتخفيف العبء من عنكهة للمواطن المصري داخل أماكن المتضررة نتيجة التقلبات الجوية. وأكد الأستاذ أحمد كمال معاون وزارة الضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي لوزارة الضامن الاجتماعي أن شركة المصرية للتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظات قد سيرت أمس عدد 6 سيارات متنقلة بالأماكن المتضررة من السيول بأسوان المنطقة بأبو الريش وكوبومبو وغرب دراو ومنطقة الشلالات والمنطقة الأولى بالرعاية، وذلك لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بتلك الأماكن بتخفيضات كبيرة. مشير إلى تلك السلع بالنسبة للسكر 8.5 جنيه ولكيلو أرز ب 8 جنيه للكيلو، والزيت عبود زين 800 جرام بسعر 21 جنيه وعبود زين لتر بسعر 25 جنيه. وأضاف معاون وزارة الضامن الاجتماعي أن الشركة المصرية للتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف ترسل اليوم عدد من السيارات أيضا لتوفير كل الاحتياجات للمواطنين المصريين في محافظة أسوان. الخبر اللي جاي برضو يخص محافظة أسوان، بس هو خبر يعني وقع مخلة. عامل بمستشفى في أسوان يزرع كاميرا في غرفة تغيير ملابس النساء. شهدت مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة بمحافظة أسوان واقعة مخلة، حيث وضع أحد العاملين الإداريين بالمستشفى كاميرا موبايل في سلة القمامة في الغرفة المخصصة لتغيير ملابس العاملات بالمستشفى. واكتشفت إحدى العاملات بالمستشفى الواقعة أثناء تغيير ملابسها داخل الغرفة المخصصة لتغيير ملابسهن، فتفاجأت بوجود موبايل في سلة القمامة. وبعد معرفة أن الموبايل الخاص بأحد العاملين توجهت له، ولكنه أنكر الواقعة وأنه ترك الهاتف في سلة القمامة حتى يقوم بانتهاء عمله، فهو عامل نظافة بالمستشفى. وعندما تقدمت العاملة بشكوى زميلها أخذ منها الموبايل بالقوة وقام بالتخلص من كارت الميموري. من جانبه كشف الدكتور أشرف حماد مدير مستشفى أسوان التخصصي أن الواقعة حدثت بالفعل، حيث تقدمت إحدى العاملات بشكوى ضد زميلها بعد اكتشافها أنه يقوم بتصوير الغرفة الخاصة بتغيير الملابس بكاميرا الموبايل. وأنه وقال حماد أنه على الفور قام بتحويل العامل إلى الشؤون القانونية للتحقيق معه في الواقعة.
حتى يتم إصدار قرار رسمي في ملابسات الوقعة التي حدثت، لافتا إلى أنه أصدر قرار بوقف العامل عن العمل لحين انتهاء الشؤون القانونية من إصدار قرارها. وأضاف مدير المستشفى أن العاملة قامت بإعطاء جميع الصلاحيات للمستشفى لتأتي لها بحقها، ونفي حماد أنه توجد أي خلافات سابقة بين الاثنين. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نواصل بعد قليل. شعب مصر قد التحدي، كلنا هنقف ضد فيروس كورونا، بس لازم نلتزم بالطرق الوقائية ونساعد بلدنا، لأن أكبر دول العالم هزمها الفيروس وفقدت السيطرة عليه. الصين عشان تعالج الفيروس ده قالت جملة حلوة قوي، اتعامل مع الناس كلها وكأنهم مصابين، وعامل جميع الناس كأنك أنت المصاب. شركتنا العالمية تاخذ جميع الإجراءات الوقائية عشان توفر لينا كل وسائل الأمن الوقائي، بس خليك إيجابي والتزم بجميع المهمات الوقائية. بس يا ريت نلتزم بعدم التجمعات وعدم نزولنا إلا لشراء احتياجاتنا الضرورية. عشان أولادك، علشان حياتك، علشان صحتك، علشان بلدك، خليك في البيت. أهلا بكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل. عشان إحنا برنامج مميز وكل القائمين على البرنامج من إعداد وإخراج مميزين، ضيوفنا كمان لازم يكونوا ضيوف مميزين. احنا معانا النهاردة نموذج مشرف من شباب مصر، معانا ثلاث شباب اكتسبوا حب وثقة كل الناس اللي حواليهم سواء جوه العمل او برا العمل. جوه العمل كان ليهم ادوار نقابية اتجاه زملائهم ومساعدة زملائهم، برا العمل كان ليهم جهود وادوار هايلة جدا في ظل ازمة كورونا، حاجات تطوعية عملوها هم بنفسهم. هنتعرف على كل ده من خلال الحلقة، بس الاول احب نتعرف عليهم الاول وبعد كده هنعرف كل التفاصيل مع بعض. نرحب الاول بالاستاذ احمد حامد، علاقات عامه بهيئه قناه السويس وامين عام مساعد بنقابه هيئه قناه السويس، اهلا بيك. الاستاذ ايمن ابو المجد، اهلا بحضرتك، مسؤول حسابات بمعاشات هيئه قناه السويس، مساعد امين صندوق بنقابه هيئه قناه السويس. الاستاذ احمد ابو العزم، الاداره الماليه بهيئه قناه السويس وعضو بنقابه هيئه قناه السويس ورئيس لجنه الرياضه والشباب، اهلا بكم، شرفتونا ونورتونا. في الحقيقه انا هنا اتحدث عن جبر الخواطر في كل شيء، ان لم يكن يوجد بيننا جبر الخواطر لبعض الناس يصيب المجتمع بالتشوه والابتعاد عن الاصل الذي نشانا عليه، ولكن اذا فعل كل شخص منا في المجتمع بالعمل التطوعي والخيري اصبح المجتمع مثالي ومليئا بالخير والسعاده لبعض الناس، ويعود هذا بالخير على الإنسانية كلها. عندما يزيد العمل الخدمي والتطوعي في مساعدة الأشخاص يكون العالم في محبة واحترام وتقدير، وإن لم يكن هناك عمل خدمي يصبح كل شيء خارج السيطرة. وفي نفس التوقيت فهذا يعني انتشار الفساد، والفساد هنا أي تزايد من النفوس المريضة وتزايد من المطامع في الدنيا، ويعود هذا بالهلاك على أصحاب النفوس البريئة بسبب عدم جبر الخواطر. وعندما يكون الاعتماد الحقيقي على الإنسان كي يقوم بالبناء المجتمع في بذلك من العطاء، يكون لكل الأشخاص حق المعرفة. ومعي هنا أصحاب جبر الخواطر، أهلا بكم. أستاذ أحمد حامد، هبدأ معك أول سؤال. أنتم من ثلاثة كنتوا أصدقاء قبل العمل وقبل ما تخشوا النقابة، وكان في معرفة وطيدة بينكم. بالضبط. عايز اعرف بداتم جهودكم ازاي، ويا ترى كان الجهود دي كانت عن طريق النقابه ولا كان ليكوا حاجات تانية قبل ما تدخلوا النقابه، اعمال ليكوا حاجات تطوعيه عملتوها قبل ما تدخلوا النقابه مع بعض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اولا بشكر قناه الصحه والجمال على استضافه الجريمه لينا ودعمها لجهود الشباب في جميع المجالات مساهمه مع الدوله المصريه. وبصراحه انا واحمد وايمن يعني زملاء، انا واحمد وايمن زملاء من زمان، وزادت صداقتنا في العمل وفي مساعدة الآخرين. فبدأ بفضل الله الحمد لله رب العالمين، يعني أن بنجبر خاطر أي حد محتاج مننا أي طلب خارج العمل أو خارج داخل العمل أو خارج العمل. فبدأنا بأفكار بسيطة جدا أن احنا نساعد
جميع مرضى كورونا بأدوية بأجهزة بكل الأفكار اللي نقدر نساعد بها. وكان في لازم لابد مننا ان احنا نقوم بوعي للشعب المصري، لان كان فتره كورونا في بدايتها كان في عدم الوعي الكامل للشعب المصري وتنقل يعني طرق الوسائل لنقل العدوى. فقمنا بعمل فيديو الحمد لله قدمناه يعني للزملاء، سيادة الزملاء في هاي قناه السويس وخارج والعامه الشعب العامه، فربنا الحمد لله يعني اكرمنا وعمل صدى معانا جامد جدا جدا والحمد لله فرق مع الناس يعني فرق جامد يعني الحمد لله فرق معانا جامد. غير عملنا النقابيه الحمد لله كنا بنقوم على اجمل وجه في مساعده الاخرين الحمد لله رب العالمين. استاذ ايمن اهلا وسهلا بحضرتك. في ازمه كورونا كان ليكم دور فعال وقوم مع الناس، ممكن تكلمنا عن هذا الدور؟ طبعا احنا كنا بنشوف المتطلبات ايه في الازمه دي، وبنشوف الدوله بتناشد بايه، وبنحاول نشوف، لان كانت طبعا اول مره تدخل علينا ازمه عالميه زي كده موجوده تمام، وكنا بنحاول نشوف ايه الاجراءات وايه الاجراءات الاحترازيه وايه الوقائات اللي نقدر نطلع بيها من الازمه دي. حاولنا بجد نوفر كمامات، حاولنا نوفر جهاز لقياس الحراره عن بعد، ابتدينا نفكر فكره احنا الثلاثه ازاي نقدر ان احنا نجهز عربيه ونقدر ننزل نجيب ادوات تعقيم وننزل نقدر نخدم الساده الزملاء ونقدر بجد ان احنا نخدم اهالينا في كل مكان ونحافظ عليهم وما نخافش ونحاول بجد نساعدهم. وابتدينا الحمد لله لقينا تشجيع كبير جدا ولقينا منهم تفاعل قوي وتشجيع، ودي كانت اكبر دعم بصراحه ان احنا نقدر نقدم حاجه كويسه لكل زملائنا او اهالينا، ان هم بجد يستحقوا ان احنا نعمل ده عشانهم، لان هم اللي وصلونا ان احنا نكون في النجاح ده، دعمهم وكلامهم. واحنا كانت لينا اول دوره نقابيه جديده قدرنا بفضل تشجيعهم ان احنا نقدر ان احنا فعلا نبقى موجودين هنا ونبقى موجودين في وسطهم، لانه لولا زمايلنا وتشجيعهم احنا ما كناش هنقدر نعمل حاجه، وفعلا بنشكرهم. ولو نقدر نعمل اكتر من كده هنعمل كتير جدا طبعا. ما خفتوش بقى؟ لا طبعا ما خفناش يعني في عز الازمه اللي كانت الناس كلها كانت بتستخبى، الناس كلها قاعده في البيوت وكل الناس قاعده في البيت والدوله والناس بتقلق تسلم على بعض زمايلها، دول الناس بتجبر خواطر الناس. فدي يعني لا بجد ده يعني دي قوه يعني طبعا الحمد لله. اتفضل. احنا بنحاول طبعا ان احنا نقدر نعمل اكبر يعني خدمه او نقدر نحقق بجد حاجه كويسه. انتوا ما شاء الله انتوا ثلاثه متزوجين واكيد عندكم اولاد طبعا. فيعني الله يكون عونكم. انتوا تبقوا جايين من بره في الوضع ده بصراحه، انتوا بقى جايين بتتعقموا على الباب قبل ما تدخلوا. بنتعقم زي ما بنعقمنا خارج في الشوارع وفي العمل، احنا بنتعقم وبنخش بيوتنا طبعا طبعا دورنا طبعا. استاذ احمد ابو العزم، بعد كل الجهود دي طبعا الناس بقى والمنطقه والاهالي اللي كان حوالين منكم، الناس دي كانت بتساعدكم يعني حتى لو مش يعني مساعده فعليه او على الاقل تحفيز، كان في اي نشاطات من الاهالي معاكم؟ كان في نشاطات كتير من الاهالي، ويعتبر الحافز المعنوي يعني الناس ادونا حافز معنوي جامد قوي عبر الفيسبوك، منزلوا لنا صور ويعني مش عايز اقول لك ادونا حافز خلونا يعني بدل ما نعمل حاجه نعمل حاجات اكتر. يعني الحافز المعنوي يعني على الصفحات بتاعه الفيس بينزلوا لنا صور بيشكرونا فيه، وفي ظل ازمه كورونا انا بصراحه ما شاء الله دخلت صفحاتكم كلكم ما شاء الله حاجه تبقى بصراحه حاجه فخر يعني بصراحه شكر الناس فيكم والصور والكلام حاجه يعني جميله. جميع الناس تستاهل مننا اكتر من كده بصراحه. لا انتوا ناس بصراحه هم يستاهلوا التحيه والتقدير والاحترام يعني. الحمد لله والله الناس يعني بصراحه هم اللي شجعونا ويعني خلونا بدل ما نعمل حاجه خلونا نعمل حاجات كتير، وهم برضو اللي هيخلونا نعمل اكتر ان شاء الله. اكيد هو الحافز المعنوي بتاع الناس هو بصراحه هو اللي خلانا يعتبر يعني هو اللي جابنا هنا. التشجيع مهم طبعا استاذ ايمن. طب انتوا ليه ثلاث شباب بس؟ ليه ما دمتوش ما كانش في ناس تاني تطف ليكم، او ما كانش ليه ناس تاني تخش معاكم المبادره، ولا استعانوا بعض الشباب على اساس تكوين مجموعه وتوزيع جهودكم على بعض الناس او بعض المنطقه اللي انتوا عايشين فيها يعني؟ لا يا فندم، هو احنا ثلاث شباب عشان في النقابه بس، احنا ما نقدرش نعمل حاجه لوحدنا، لان اي مكان كنا بنروحه كان فضل زمايلنا وفضل الاماكن بفضل الناس كانت بتنزل تساعدنا ان احنا نقدر نعقم هنا. طبعا كان كل زمايلنا بينزلوا لما بيشوفونا جايين بعربيه جايين نرش كانوا بينزلوا وبيساعدونا وبيوجهونا، فما نقدرش نعمل حاجه لوحدنا. لا كان كل في اللي فيه طبعا طبعا كان في دعم قوي، وكان ناس كتير عرضت انها تساعد اذا كان بادوات تعقيم. الحمد لله كنا عاملين اكتفاء ذاتي
قوي ان احنا بجد ان احنا عاوزين نخدم او نعمل حاجه. بس طبعا كان في دعم كبير جدا وكان في مبادرات منهم بوقفتهم معانا ونزولهم، وكانت الناس بصراحه يعني فضل ليهم كتير كل الزملاء في اماكن العمل بصراحه يعني. استاذ احمد طبعا اكيد اي حد بيعمل اي حاجه مش هقول بيبقى فيه اعداء نجاح، ومش هقول الكلام ده كله، ولا هقول المثل اللي هو الشجره المثمره والكلام ده خالص. بس اكيد في عقبات واكيد في حاجات وقفت قصادكم. عايز اعرف بقى اكبر حاجه وقفت قصادكم كانت عامله ازاي وتغلبتوا عليها ازاي؟ وزي ما حضرتك قلتي اعداء النجاح. اعداء النجاح مشكله ان احنا بنواجه ناس ممكن يعني تعترض على الايجابيات ما تعترضش على السلبيات، يعني مش ينقد الايجابيات وما ينقدش السلبيات. احنا كنا كل اللي بنقوم بيه كل ما نلاقي اعداء للنجاح بيزيدوا او بيواجهونا كنا بنشتغل اكتر، كنا بندي اكتر، كنا بنساعد الناس اكتر. وفعلا فعلا الحمد لله بفضل الله يعني كنا بننجح، كل مره كنا بننجح عن اللي قبلها، وده بسبب اصرارنا على مساعده الغير. انتوا يعني انا شفت ان انتوا في وقت كورونا انتوا كنتوا بتجيبوا اجهزه وكنتوا بتجيبوا حاجات اللي هي بتاعت الحاجات دي، كانت في فتره ما كانتش متوفره كتير حقيقة. يعني دي برضو كانت عقبه في التوقيت ده يعني. بالظبط، هو في بدايه فتره كورونا كان لاحظنا طبعا المعتاد في اي مركز طبي او اي مستشفى او اي مكان الترمومتر الطبي العادي اللي يعني اللي هو الحاجه يعني طبيعيه يعني. ففترة كورونا ديت يعني كل الناس كانت لسه مش عارفه ان كورونا بتتنقل عن طريق اللمس ولا والكلام ده يعني الماسك نفسه ما كناش بنلاقيه اصلا لسه كانش فيه فعلا الكلام دوت. فالحمد لله سعينا ان احنا نشتري اجهزه ليزر، الحمد لله له درجه حراره قياس الحراره بالليزر، والحمد لله تبرعنا بجزء منهم كبير الحمد لله بفضل الله، رغم ان هو في الفتره دي كان غالي جدا، بس الحمد لله بجهود شخصيه احنا مع بعضنا اتبرعنا بيه وجبناه، والحمد لله يعني ربنا اكرمنا وكفايه حب الناس لينا يعني الناس تستاهل مننا اكتر من كده بكتير. استاذ احمد ابو العزم، يا ترى كان في الفتره دي اللي انتم شغالين فيها مبادرات مع الناس كان في حد من المسؤولين بيدعمكم؟ بصراحه كان المسؤولين يعني اكتر، كان يعتبر اكتر حاجه كان بيدعمونا المسؤولين، وبيعتبر كمان في معظم الدكاتره ما كانوا بينزلوا معانا حملات توعيه للناس، كان في الوقت ده ما كانش لسه حد فاهم اللمس ويغسل ايده ازاي، كان لسه كنا لسه في اول الازمه، فالموضوع كان ما كانش لسه حد عارف كويس، كان بينزل معانا دكاتره حملات توعيه في المواقع وبيظبطوا معانا ويقول يعني بيتكلم معاهم يقول لهم تباعد اجتماعي وادوات احترازيه، ويعني كان في من المسؤولين كتير كانوا بيدعمونا، اذا كان معنوي بيدعمونا كمان معنوي كتير. كويسه حاجه كويسه. الحمد لله. استاذ ايمن طبعا انا عرفت برضو ان كل اللي انتوا عملتوه ده كان على نفقتكم الخاصه، يعني كل ده كان من مالكم الخاص، وحاجات جامده ومكلفه جدا وحاجات كتير جدا. في اي جهه تانية كانت بتساعد معاكم ولا كل ده برضو كان على نفقتكم الخاصه صرف، يعني ما كانش في اي مسانده من اي جانب يساعد معاكم في الاعمال دي او في الحاجات اللي انتوا اشتريتوها دي؟ لا والله، هو كان الموضوع على نفقتنا الخاصه كله. هو نفقتنا الخاصه بس، هو الدعم والقوه ولا تبرعات حتى من الاهالي ولا اي في ناس عرضت علينا، في ناس عرضت علينا تبرعات كتير، عندنا ناس كتير كنا بنرفض بصراحه يعني. لا كتير عندنا زملاء، عندنا ناس كتير جدا يعني ان هم، بس احنا كنا رافضين ده، احنا كنا عاوزين احنا نبتدي بنفسنا ده نعمل حاجه، بس احنا يعني لو كنا احتاجنا حاجه كنا هنلاقيها بصراحه، بس كله كان فعلا على نفقتنا الخاصه. طب يا استاذ احمد عايز اعرف منك ايه كان دور النقابه في هذا المبادره؟ لا احنا دورنا في النقابه، احنا بالنسبه لدورنا في النقابه احنا يعني هدفنا اللي هو مساعده زملائنا داخل العمل، لكن احنا ما اقتصرناش على مساعده الزملاء داخل العمل فقط. يعني انتوا مددتوا لا احنا لا احنا المبادره بتاعتنا المبادره بتاعتنا اللي هي الوعي لجميع الشعب المصري. يعني كان هدفنا الوعي لجميع الشعب المصري وزملاء العمل طبعا بالاخص، لان هم ليهم فضل علينا كبير جدا طبعا بفضل الله الحمد لله، هم ليهم فضل علينا كبير، وهم دايما كانوا دايما هم يعني هم التشجيع لينا في كل يعني كل ما يشوفونا بنعمل حاجه فعلا كانوا بيشجعونا وبيدونا دافع اكبر ان احنا نساعد اكتر. بس خدمتوا زمايلكم ازاي بقى في يعني النقابي؟ يعني زمايلنا في شغل النقابي احنا ما بنقدرش يعني لو اي حد، بص يا فندم احنا اتطلق علينا كلمه الفرسان الثلاثه. ما انا بقى كنت حاسه الموضوع ده. لا وبروسلي كمان عشان انا كيف انا عايزه اعرف بروسلي دي جت ازاي؟ لا ده هنتكلم عن بروسلي. اطلق علينا كلمه الفرسان الثلاثه بسبب يعني بفضل الله ان لو كان حد اتصل باحمد
انا بتصل بايمن واتصل باحمد ابو العزم، يا جماعه في مشكله في الحته الفلانيه مع الزميل الفلان، فننزل احنا مع بعض احنا الثلاثه الفجر في اي وقت، يعني كنا نسيب بيوتنا وفي عز ازمه كورونا ننزل، في مشكله طبيه، في مشكله في العمل، في مشكله في اي مكان، بناخد بعضنا وننزل. فالناس كانت دايما تلاقينا احنا الثلاثه متواجدين في اي مكان. ما في سؤال هنا بيطرح بيجي في ذهني دلوقتي، انتوا الثلاثه متجوزين اكيد؟ اه طبعا. هل كان في صعوبات تقابلوها في هذا المشكله وانتوا بتتعاقموا مع الناس، بتروحوا مع الناس في عز جائحه كورونا دي؟ لا بصراحه. وهل كان ازواجكم بيساعدوكم؟ لا بصراحه، هم كانوا يعني هم لما كانوا بيشوفوا تفاعل الناس طبعا معانا وحب الناس لينا، كانوا برضو ازواجنا بيفرحوا، يعني برضو بيفرحوا باللي احنا بنعمله بالخير، يعني هو يعني بيدعموكم الحمد لله. اصل ديننا يعني احنا ديننا الاسلامي يعني ديننا الاسلامي حسنا على ان احنا نقوم بالعمل التطوعي، وجميع الاديان السماويه هي فرضت على جميع يعني البشر بالاعمال التطوعيه، فالاعمال التطوعيه فعلا كلها خير، هي فعلا يعني كلها خير. يعني فستان الثلاثه دي عشان تمسكوا انتوا تمسكنا مع بعض في كل مكان. على فكره هو ده سر نجاحكم والله. بالظبط. يعني انتوا كل عشان الثلاثه دي واحده كلكم، عشان عمل جماعي. العمل الجماعي يا جماعه مهم جدا، مفيش حد بينجح بمفرده، البني ادم اللي هيبص لنفسه مش هينجح، كلنا بنحب الخير لبعض، بنكمل بعض. احنا فعلا احمد بيكملني وانا بكمله، انا بكمل ايمن وايمن بيكمل، بنكمل بعض فعلا. وكل فكره فينا يعني كل واحد بيطلق فكره ثانيه بتعجبنا بنشوفها ازاي، يعني ازاي السيستم بتاعها نقعد مع بعض ازاي تمشي بسيستم اي سيستم بالظبط، متفاهمين. ودي حاجه طبعًا مهمه جدا طبعًا. طبعا احنا كلنا عايزين ده سر النجاح، انكم تبقوا عليكم فرصه الثلاثه عشان انتوا ناجحين متكاتفين ومتكاتفين اي نجاح للشغل والعمل الجماعي. يعني انا باكد على كلمه العمل الجماعي، اي نجاح لشخص فينا هو نجاح لينا احنا الثلاثه، كلنا واحد، احنا كلنا بنعمل بايد واحده، بنعمل كفرد واحد، فكلنا لازم نتمنى الخير لبعض ونبقى جوانا صافيين وعاوزين فعلا ناس محترمه وناس مقدره فوق دماغنا. كنت عايز اقول حاجه، فرسان الثلاثه دي يعني واحد زميلنا برضو الاستاذ رأفت، الاستاذ رأفت هو اللي اطلقها علينا لما شافنا كنا في ظل الازمه وفي ظل الناس خايفه تسلم على بعض وخايفين، يعني انتوا صراحه انتوا داخلين بقلب جامد، يعني ما انا مستغربه يعني مش عايز اقول يعني انتوا رئيسكم ثلاث حصينه بقى عشان نكمل الموضوع. عايز اقول لك كانت لسه في الاول كانت زياده جدا، كانت الناس كلها مرعوبه. ايوه الناس بتخاف، كانت الناس بقول لك الناس كلها مرعوبه يسلموا على بعض ويخشوا من على الباب يعقموا الاكرد المفاتيح. انتوا بصراحه لا ده في ظل الازمه بقى احنا فدائيين بقى بصراحه، كنا نازلين في ظل الازمه يعني مش عايز اقول لك كان خوف الناس كلها. احنا في صور لازم نشوفها نعرضها دلوقتي على الشاشه عشان نعرف الناس ان كنتوا في المبادره شغالين في ارض الواقع، ما خفتوش، ما حصلكمش رهبه من شيء. وانا بصراحه بوديكم يعني تحيتي من برنامج البدايه لقناه الصحه والجمال، انتوا شرفتوني وانستوني وشرف ليا جدا. انا اشوف شباب زي الورد، شباب حابب بالوطن، شباب حابب انه يعمل عمل خيري، وبصراحه انا سعيد اني متواجد معاكم. يعني شرف لينا والله. استاذ ايمن بقى قول لي واحنا كده بنتفرج على الصور برضو ايه قصه بروسلي دي عشان انا عايز اعرف انت لا انت يعني انا لما انا السنه دخلت على صفحتكم فكل الناس اللي بتعلق كاتبه ان ايمن بروسلي ايمن بروسلي طب يعني بروسلي بقى جت ازاي؟ هو انا عشان كنت بلعب رياضه على طول، كنت بلعب تايكوندو وكونغ فو على طول، عشان كده فكنت دايما بلعب بنفس طريق بروسلي، نفس القوه والسرعه، ان انا دايما كنت احطه مثلا اللي في الرياضه، فكل ما انا كنت بطلع الاول وكنت بلعب بنفس الطريقه فابتدت يشبهوني بطريقه اللعب بتاعته، فعشان كده اللي هو الديفنس والسرعه، فالسرعه مع القوه كده كنت دايما، فابتدوا بقى يطلقوا عليا الاسم من هنا، يعني ان انا شبيه ليه في اللعب وانا بلعب سواء كونغ فو او تايكوندو يعني. ما شاء الله، فالحمد لله قدرت اوصل لحاجه كويسه. اسماء اخرى غير هو بس عشان الراجل هو الراجل الرياضي اللي فينا. بعد المبادره دي اللي انتوا اطلقتوها وعملتوا طموح فيها جامد وحبيتوا الناس فيكم وحببتوا الناس بصراحه فيكم وحببتونا احنا شخصيا فيكم، ايه طموحاتكم اللي جاي مستقبليه؟ هو طموحاتنا اللي بعد كده هو يعتبر ان شاء الله احنا كان نفسنا نعمل يعني حاجات اكتر من اللي احنا عملناها، بس في حاجات يعني ايه في عواقب بتقف معانا، بيبقى لينا مثلا حد فيها انما احنا يعني بعد كده ان شاء الله يعني في دماغنا افكار وفي دماغنا حاجات كتيره هنعملها ان شاء الله الايام اللي جايه، بس يعني ايه في شويه وقت كده. شايفينك انت بتستلم الدرع. لا لا انا بقول جاي بالسؤال، شايفينك انت بتستلم الدرع. هو الصور ثلاثه كلمنا عنه.
والله هو الدرع ده الراجل الباشمهندس ده كان بصراحه هو ليه دور قوي معانا وكان الراجل ساندنا، فكنا احنا عاوزين نكرمه بصراحه. انتوا مكرمينه احنا مكرمه بصراحه، لان الراجل ده كان بصراحه ايجابي جدا معانا الباشمهندس، كان ساعدنا كتير بصراحه، فكان بجد يعني احنا بنشكره على وقفته في ظل الازمه، رغم دايما مستجيب معانا. رغم فندم على فكره هو خرج معاش، خرج معاش، لكن هو ليه فضل علينا في وقفته معانا، ليه فضل طبعا، لابد ان احنا يعني نشكره بالخير فعلا. كان يعني يعتبر كان بيبعت معانا الدكاتره يعملوا حملات توعيه، كان على طول هو ايجابي معانا بصراحه، احنا اللي بنشكره بصراحه. والله انتوا ولاد بصوره، والله الشيء ده انا اللي بنشكره، يعني كل الناس تشوف المواقف دي اكيد اكيد يحبوكم ويعزوكم ويقول لكم متشكرين على المبادرات اللي بتعملوها، وانا عن نفسي برضو بقول لكم متشكرين على المبادره الجميله اللي انتوا عملتوها ووقوفكم مع الناس. طبعا. فالواحد برضو مهما يقولوا مهما يعيد عليكم برضو متشكرين جزيلا، شكرا ليكم بكل حب وتقدير واحترام. والله كملوا طموحاتكم بقى، يعني هو قال احلامكم بقى انتوا. انا طموحي طبعا ان انا نفسنا ان احنا نبقى دورنا مش على مستوى الهيئه بس، انا نفسي دورنا يبقى على مستوى المحافظه، ونقدر بجد ان احنا نطور من نفسنا ونعمل جمعيات خيريه او نعمل بجد حاجات تفيد محافظتنا. وبجد شكري تاني انا بوجهه لمصنع الرجال وهيئة قناة السويس، الكيان القوي العظيم الشريان الملاحي اللي كلنا عايشين في خيره، وبجد وبشكر كل عمال هيئة قناة السويس وكل موظفين هيئة قناة السويس على دعمهم القوي في الحفاظ على الشريان ده، ونفسي فعلا ان احنا نبقى اقوى خط ملاحي، ده طموح ان احنا نوصل باقوى خط ملاحي واقوى مكان في الدنيا، ان احنا فعلا نستاهل ده. تستاهلوا فعلا، تستاهلوا احسن من كده بكتير كمان. طبعا استاذ احمد بقى، الحمد لله يعني احنا عايزين الحمد لله نبقى على مستوى الجمهوريه في تجمعات شبابيه اللي احنا نقدر نخدم مش محافظه السويس بس، يعني احنا نقدر نخدم السويس ونقدر يعني حتى المحافظات المجاوره، يعني محافظه الاسماعيليه، محافظه بورسعيد، يبقى في تجمعات شبابيه ومساعدات وافكار من جميع الشباب. وبنشكر برضو السيد رئيس الجمهوريه. هو مين اللي كاتب لكم المبادرات الجميله دي؟ زمايلنا، يعني زمايلنا الحمد لله، ما هي ده بقى ده الدعم المعنوي الجميل من زمايلنا كلهم، ده اللي خلانا دايما مستمرين في الخير. تمام، يعني في صفحات معموله خصيصا ليكم من بعد الاهالي، هم بينزلوها لنا على صفحاتهم، هم على صفحاتهم يعني هم بينشروكم ويشيروكم بالظبط. تمام، على قدر المسؤوليه. والله حاجه سعيده وحاجه تشرف، يعني بصراحه الناس بتشير لكم وتتكلم عليكم وتديكم مبادرات وتوفق لكم، ربنا يكرمكم ان شاء الله، واحنا سعيدين بيكم جدا جدا والله. احنا اسعد، شكرا لله. فاحنا بنتمنى لكم كل توفيق باذن الله. الحمد لله. طيب لو في رساله، لو في بقى رساله لكل واحد فيكم عايز يقول رساله لحد ويقول فيها ايه، يوجهها لمين وتقول فيها ايه؟ انا طبعا بشكر جميع زملائنا في هيئه قناه السويس على دعمهم المعنوي العالي قوي قوي لينا ومساندتهم لينا طول الوقت، حتى حصل يعني اي مشكله كانت بتقابلنا احنا كنا بنلاقي في ظهرنا زمايلنا قبل ما احنا بنقف معاهم، يعني زمايلنا دايما واقفين في ظهرنا. فاحنا انا بوجه رساله شكر لجميع الزملاء وجميع الاهالي اللي برضو في اهالي حوالين المنطقه في حوض الدرس. بشكر الاستاذه عزه بصراحه اللي هي برضو صاحب الجروب جنه حوض الدرس، هنحاول نتصل بالاستاذه عزه برضو. الاستاذه عزه بصراحه يعني من الناس المجتهده جدا في عمل الخير، برضه في جروب بشكره جدا جدا كان مساعدته معانا. يعني. طبعا طبعا جربت تكون انسان، الاستاذ حسين احمد الله يبارك له بصراحه، يعني كانت من الناس اللي كانت بتوفر اسطوانات الاكسجين في ازمه ان ما فيش اسطوانات في مصر خالص، فهم كانوا موفرين اسطوانات اكسجين واجهزه اكسجين، كنا بنطلبهم في اي وقت احنا محتاجين اسطوانات اكسجين لمريض كورونا، والله كان بينزلوا معانا الفجر وبيروحوا بعربياتنا الشخصيه باجهزه الاكسجين اللي هو القياس الاكسجين، يعني كانوا بيدعمونا طبعا طبعا طبعا، عمرهم ما قصروا معانا، وكنا واحنا لما اي برضو طلب معانا يا ريت حد يتصل بالاستاذ عز يا جماعه تكون معانا على الهواء. وبيروحوا الجروب بتاع جربت تكون انسان، بيروحوا البيت وما بيخافوش وبيغيروا الاسطوانه وبيقعدوا مع المريض، كانت بتقعد يعني بتقعد فتره قليله بيغيروها ويرجعوها، يعني يروحوا يملوها تاني ويرجعوها تاني ليهم. احنا مجاني، اعمال مجانيه كلها، ما بيطلبوش حاجه من حد. واحنا واحمد عاملين برضو جمعيه شباب اهل الخير معانا خاصين بالعاملين في الهيئه وبيعملوا اعمال كويسه جدا، كل ده في نطاق محافظه السويس، نطاق محافظه السويس لسه ما خرجوش بره
عايزينكم تطلعوا بره شويه، نرفع المحاضره وتيجوا اسكندريه بقى. بجد بنطلع حاجات انابيب اكسجين، وبنطلع في رمضان شنط. لا في يعني لو طلبتكم في مكان محدد يعني تيجوا لنا؟ ده شرف لينا طبعا. ده شرف لينا طبعا. لا والله ان شاء الله يعني تشرفوا اي حاجه، بيتكم بقى يكبر ويبقى لكم بقى فعلا المفروض يعني طبعا. يعني اللي يطلع عليكم فرسان الثلاثه ده بصراحه راجل ممتاز. الحمد لله رب العالمين. والله احنا بنشكره جدا جدا استاذ رافع بصراحه. المغامرون الثلاثه، انا بالنسبه لي المغامرون، لان انتوا بصراحه لا انتوا غامرتوا يعني. هو الموضوع مش فروسيه بس، لا ده دي مغامره لان انت مش لوحدك، كل واحد فيكم ربنا موجود الحمد لله معانا طبعا يعني. بس لا دي حاجه كبيره وعظيمه طبعا. انت لما تقوم بعملك او تحس انت عاوز تعمل حاجه كويسه لازم تكون على قد المسؤوليه. انا ما ينفعش ان انا اكون نقابي او راجل يعني بالاسم، لازم ان انا اعمل حاجه، او مش نقابي او حتى زميل، لو قدرت اعمل اي عمل كويس اعمله، فلازم اكون دايما عند حسن ظن الناس. فدي اجمل حاجه يعني ان انت تقدر بيت ساعد. هو لكل مجتهد النصيب طبعا، وانتوا نصيبكوا حب الناس طبعا، واللي احنا شفناه كله اللي نزل كله هو حب يعني الناس، هو اللي جابنا في اللقاء مع القناه الكريمه الجميله بتاعتكم. طب انتوا الله يخليك يا فندم، والله العظيم يعني حاجه تشرب عمل الله. بس عايزينكم تكملوا المسيره دي. لا الحمد لله، انا لسه كنت هسال، انتوا لسه مستمرين لحد دلوقتي؟ طبعا طبعا، احنا عندنا طموح شباب الحمد لله، ان شاء الله مش هينتهي باذن الله. تمام، وربنا يكرم ان شاء الله. طب رساله هتوجهها لحد من السويس؟ انت ما قلتش الرساله. لا انا طبعا بشكر ابويا الحاج احمد ابو المجد وامي، ان هم بجد قدروا يطلعوني راجل وكنا قد تحمل المسؤوليه، وبشكر زمايلي ان هم حاطين فيا حسن الظن، وان انا فعلا نفسي اكون عند حسن ظنهم. وبشكر اي حد بيقول كلمه كويسه او بيتكلم بالخير او بينقد، لو بينقد انا احاول اكون كويس عشان اقدر اغير من نفسي، لو بيشكر انا بشكره. ونفسي بجد ان احنا نكون كلنا عند حسن ظن الناس، ونقدر نعمل حاجه كويسه، ان اهالينا ومحافظتنا السويس بجد تستحق كتير كتير قوي، ان لولاها ولولا كل زمايلنا وكل ده احنا ما كناش هنبقى هنا وفي وسطيكم طبعا. كل ده بدعم الناس وحب الناس طبعا، وانا بشكرهم جدا. انتوا لسه مستمرين في الاعمال دي لحد دلوقتي يعني؟ لسه الموضوع قائم الحمد لله. قائم الحمد لله يعني برضو توفير الحاجات اللي هي في ظل ازمه كورونا برضو. لا يعني تطهير بس تالي الموضوع خفت شويه دلوقتي عن الاول الحمد لله. جهود الدوله بامانه يعني جهود الدوله قويه جدا ومستمره ده فعلا. يعني سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بصراحه يعني يكفي ان هو وفر اللقاح ضد فيروس كورونا للمصري ولغير المصري. هو ما وفروش للمصري بس، هو وفره للمصري وغير المصريين. فالحمد لله احنا ما فيش قائمه انتظار لاي حد في لقاح كورونا. احنا العربيات المتنقله في جميع الشوارع موجوده. حقيقي ده حقيقي يعني. العربيات المتنقله في جميع كل منطقه على مستوى الجمهوريه فيها طبعا 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 لقاح كورونا. وبشكر السيد عم جيد صقر محافظ السويس على تغييره بصراحه لمحافظه السويس بامانه يعني. غير فعلا بقت عروس البحر الاحمر فعلاً، في تواجد ظل يعني في ظل تواجد هذا الرجل. احنا الابيض وانتوا الاحمر. لا هو فعلا اول مره فعلا بعد سياده اللواء تحسين شنان طبعا هو بعد سياده اللواء تحسين شنان ده كان السويس كلها بتحبه، فما جاش حد يعني حب سياده عبد المجيد صار سياده اللواء دلوقتي زي قريب يعني، او بشكل قوي بجد قدر يغير محافظه السويس وقدر يعمل حاجات ايجابيه. طبعا بنشكره. الفتره اللي كنتوا انتوا شغالين بيها في عمليه لقاح كورونا ده، شايفين في استجابه للناس في الشارع؟ في استجابه كبيره، في دعم منكم للناس عشان تروح مراكز الشباب وتروح تاخد لقاح؟ احنا بنعمل دلوقتي اللي بنعمله دلوقتي يعني، في ناس دلوقتي ما بتعرفش تخش تسجل على اللينك بتاع لقاح كورونا، يعني انتوا بتساعدوهم برضه؟ فاحنا بنخش، حتى احنا كنا منزلينها على الصفحه بتاعتنا، اي حد محتاج اي تسجيل اي كده فبيتصلوا بينا فعلا، بيبعت لنا صور البطاقه وبيبعت لنا كل حاجه، وبيقول له طب افتح تليفونك معايا عشان هيجي لك ست ارقام. كل بمشي معاه بيانات خطوه خطوه، لان في ناس برضو ما لهاش في السوشيال ميديا يعني، أو في التسجيلات والحاجات دي، فكنا بنسجل لهم فعلا وبنساعدهم عشان هو يطلع يظهر ليهم الرقم لو يروح في المنطقه بتاعته او موجود فيها. انت في عز ازمه موضوع كورونا ده، ولما كنت تنزل الشارع وتتفاعل مع الناس، لما كنت تخش البيت كان اهلك ابوك مراتك زوجاتك كانوا يقولوا لك ايه؟ كان في قلق في خوف؟ لا لا اولا انا بشكر زوجتي، هي يعتبر هي الدعم الوحيد ليا، يعني بتدعمني، وهي يعتبر واقفه في ظهري في يعني ايه، ما بتخلينيش يعني كل فعلا كل راجل عظيم. هي اللي بتدعمني طبعا، وهي اللي يعتبر واقفه ورايا. دي اول حاجه. تاني حاجه والدي، كنت يعني لما كنت ببقى في الشارع
بحاول ببقى بره مثلا اعقم نفسي، اغير الهدوم بتاعتي، عشان طبعا الناس الكبار بقى يعني لما بروح بقى ايه بحاجه غير اللي انا كنت بيها في الشارع يعني. تمام. بس ف الحمد لله احنا ما خفناش، وكنا يعني مش عايز اقول. طب ايه اهم حاجه واصعب حاجه قابلتها وانت بتتفاعل مع الناس في ازمه كورونا؟ ايه اهم حاجه موقف صعب كان قدامك؟ هو الصراحه ما كانش في مواقف صعبه، احنا نزلنا كنا ما تخضيتش، ما خفتش من الازمه، لا 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 ما شفتش من التفاعل مع الناس، ما خفتش على نفسك؟ لا ما خفتش خالص. هي انت عارف الفرسان الثلاثه دي طلعت لان احنا كنا في الشارع بالفعل، وكنا ماسكين الخرطوم بنرش بنفسنا يعني. انا خفتها كده منكم. لا انا بقوله بالصبح، ما ده اللي انا بالصبح بقوله. كنا ماسكين الخرطوم بتاع الرش، والله كنا بنرش بنفسنا في الشارع وبنرش يعني، ما خفناش ولا كان في اي حاجه. احنا معانا اتصال المدام عزه معانا على الهواء مباشره. استاذه عزه. الو 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 مدام عزه. الو الو. ايوه يا فندم، مع حضرتك. ازيك يا استاذ عزه، اخبارك ايه؟ الله يخليك يا رب، الحمد لله. معاكي محمد الجعفري من برنامج البداية من قناه الصحه والجمال على الهواء مباشره. اهلا بحضرتك يا فندم. احنا عندنا الفرسان الثلاثه من السويس، ربنا يحفظهم يا رب من كل شر. طب تعرفيهم ولا اعرفهم لك؟ لا طب عايزك تكلمينا عنهم وتقولي لنا ايه هي المبادره اللي كانوا عاملينها، وهل لقيت استجابه في الشارع، وايه كان دور حضرتك معاهم في عاد؟ ارحب. هتلاقي في حته فيها شبكه يا استاذه عزه. الو حركي نفسك يا استاذه عزه كده. الو ايوه سامعينك. تمام تمام، نور الدنيا يا استاذ احمد. الله يخليك يا فندم، ضروري. الله يخليك، نور الدنيا يا استاذ ايمن. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا، نور الدنيا يا استاذ عزه. ربنا يخليك يا استاذ عزه. الله يخليك. وقفت معانا واقفه عندها، وخصوصا في ازمه الكورونا كنا بنحتاج منهم اي طلب، كانوا بينزلوا يعني خصوصا ازمه الاسطوانات بتاعه الاكسجين. انا مش عارفه الصوت، انت سامعيني كده؟ الشبكه عند حضرتك شكلها بس فيها حاجه. الو طب شكرا للاستاذ عزه، عشان احنا مسامعين لك عشان الاتصال، بس عايزين ان كل واحد يقول كلمه يعني يوجهها لحد بيحبه. احنا دايما بنحب كل الناس بصراحه، وعاوزين نوجه لكل الناس، وبنشكر يعني كل حد بجد ساعد، وكل حد ادانا دعوه كويسه، وكل حد بجد وقف معانا وقفه كويسه. ده طبعا ما ننساش حد، مش هنقدر نشكر حد باسمه، بجد بنشكر كل اللي وقف وكل اللي ساعد، ودايما يا رب نكون نقدر بجد نعمل كل حاجه كويسه بجد ان شاء الله. إن شاء الله. طبعا انا بشكر امي على دعوتها ليا. انا بشكر امي، انا بشكر امي برضو على هوا انها كانت هي الام يعني بصراحه، يعني دعوات الام فعلا هي سند في الدنيا اكيد حقيقي يعني. وبشكر زوجتي برضو طبعا على مساندتها ليا، وانها ما ملتش من ممكن ارجع البيت تعبان ومجهد، ممكن اطلع ارجع متنرفز. بس بصراحه يعني انا اشيد ازواجكم دول. لا الزوجه فعلا، لا 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 ليهم ادوار يعني. الزوجات برضه ممكن تهد. لا فعلا يعني لا لا ما تعملش ما تمشي عارف. انا بشجع ليهم ادوار. بشكر امي جدا جدا، وبشكر زوجتي على تحملهم، حتى لو انا راجع كنت متضايق او متعصب من حاجه في الشغل او في الشارع، فطبعا كانوا بيتحملونا جدا الحمد لله يعني. انا بشكر كل الزملاء اللي واقفين معانا وواقفين في ظهرنا بصراحه يعني. في بعض من الناس الزملاء يعني ما بيخافوش، لان في ناس بتخاف تكتب كلام حلو وبتاع، ففي ناس يعني ما بتخافش وبتتكلم كلمه الحق، وما يعني فرسان صح. لا فرسان، لا فرسان فرسان كلمه بقى هنا لاينا فرسان. في نهايه الحلقه انا بشكركم طبعاً. شكرا جزيلا، وبقول لكم والله انتوا فخر، فخر لكل طبعًا. انسان مصر عظيم طبعًا. واتمنى لكم السعاده والتوفيق، واتمنى من ربنا ان شاء الله عز وجل ان يكون في شباب كتير مصر كده، وفي شباب زي الفل زيكم كتير طبعًا. واخر كلام اشكر الاستاذ ايمن ابو المجد، والاستاذ احمد حامد، والاستاذ احمد ابو العزم، واشكر الاستاذه مياده، والاستاذه مياده برضه هتشكركم طبعًا. والله انا مبسوطه جدا جدا طبعا بوجودي النهارده معاكم، لان انتوا فعلا نموذج والله طبعًا. بجد نموذج طبعًا. للشباب يعني، اتمنى ربنا يكتر من امثالكم طبعًا. اكيد يا رب. لان لو كل محافظه فيها مجموعه زيكم
مش مجموعه والله، هي بتبدا بواحد واثنين وثلاثه والدنيا بتبقى حلوه لو كل محافظه فعلا فيها ناس زيكم، والله الدنيا هتبقى حلوه جدا والدنيا هتمشي، لان مش كل الاحمال بتبقى على المحافظ او على المسؤولين. لا بالظبط. في نهايه الحلقه اشكركم وجزاكم الله خيرا، وفعلا تجاره الخضر ربنا يكبر خواطركم، وان شاء الله نلتقي الاسبوع القادم مع محمد الجعفري وميادة محمود في برنامج البداية. كل الشكر والتقدير لإدارة قناة الصحة والجمال. تحياتنا، إلى اللقاء.